بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله انا هكلمكم النهارده عن حاجه اسمها العناصر الالكترونيه. واول جزء هتكلم عنه المقاومه الكربونيه. المقاومه الكربونيه ديت منها مقاومات ربع واط، وفي منها نص واط، وفي اكبر حجم شويه 1 واط، وفي اكتر 2 واط و3 واط، واحيانا يوصل ل 5 واط و10 واط احيانا من الناحيه الكربونيه. طيب المقاومه الكربونيه ديت غالبا بيبقى عليها الوان. علشان تحسب قيمه المقاومه ديت اللي عليها الوان لازم تكون حافظ جدول الالوان. جدول الالوان اللي بيبدا باللون البني، احمر، بني، احمر، برتقالي، اصفر، اخضر، ازرق، بنفسجي، رمادي، ابيض، ذهبي. احسبها ازاي؟ البني بواحد، الاحمر باثنين، البرتقالي بثلاثه، الاصفر باربعه، اخضر خمسه، ازرق سته، بنفسجي سبعه، رمادي ثمانيه، ابيض تسعه، ذهبي 10. علشان احسب قيمه مقاومه هاجي مثلا للمقاومه ده لهيت. المقاومه دي الوانها ايه؟ بني، اسود، برتقالي. احسبها ازاي؟ هقول البني بواحد، اسود بصفر، احط الصفر، اللون الثالث احطه اصفار، رقمه احطه اصفار، يعني مثلا ده رقم 3 البرتقالي، البرتقالي 3، احط 3 اصفار، 1 2 3 كده. لما اجي احسبها اقول عليها 10,000 اوم. طب لا، ده انا عاوز احولها لكيلو. احولها لكيلو ازاي؟ انا اللي اعرفه ان الالف اوم 1 كيلو، يعني مثلا كده 10,000 اوم. اقول ادي 1 2 3 واقوم حاطط علامة، كده اتحولت لكيلو، بقت 10 كيلو.